السلام عليكم، نعود معكم في مادة الديجيتال كنترول. اليوم نتكلم على حاجة رئيسية في الديجيتال كنترول اللي هي احنا بنتكلم عنها، اللي بنحكيها في البود بلات. الآن البود بلات في عندي contribution من الزيروز و contribution من البولز و contribution من الكونستنت جين. الآن كيف بدي اتعامل معهم لما أبدأ في الرسمة؟ هي عملية جمع وطرح للسلوبس. الآن لما باجي بطلع على الماجنتيود، في الماجنتيود إيش بلاقي؟ بلاقي ببدأ بماجنتيود هان، بمشي معه لحد ما أوصل النقطة الموجودة عندي هان. النقطة هذه إيش بلاحظ في عندي؟ في عندي سلوب رايح بماينس 20 دي بي، فبعمل السلوب وبظلني ماشي معه لحد ما إيش؟ أوصل هذه النقطة. هذه النقطة إيش بلاحظ؟ هنا أسلوب ماينس 20 وهنا أسلوب إيش؟ بلس 20، فبتعادل وبمشي معه لحديت التأثير الجاي. التأثير الجاي بيجي عندي وين؟ هنا هدول اتنين لغوا بعض، هنا صار بزيادة، فبمشي معه لحديت، خلينا نقول ما وصل لهان. لو وصل لهان هدول بتعادلوا وبخلص منه، بمشي معه لحديت ما وصل هان، وبعدها لو في تكملة يعني وسع هان بمشي مع هذا لحديت نهاية الرسمة. فهاي اسلوب تبعي. هذا الخط اللي عندي، خلينا ارسم هذا بمثل الزيرو دي بي لاين، لانه مهم هذه المعلومة في هان. الزيرو دي بي لاين هذه النقطة مهمة اللي هي وين بقطع الماجنتيود الزيرو دي بي لاين. نفس الشيء بدي اعمل مع الاسلوب تبع الفيز، بمشي معه هان. هان بلاحظ ايش في عندي؟ في عندي سلوب بالماينس، هان ببدأ يتعادل، بروح معه في التعادل لحديت ما اوصل السلوب الثاني. المنطقة هذه بلاحظ انه في عندي في نزول، بمشي معه لحديت ما اوصل هذه النقطة. هذه النقطة ايش بلاحظ؟ في تعادل. الآن بمشي بعد هيك مع هاي بنزول لحديت ما وصل التعادل. الآن في حاجة نقطة معينة هذه، هنا بلاحظ في سلوب إيش بصير فيه؟ فلات. إذا فلات معناته، أو هنا قبل في فلات، هاي هنا مثلا في صار عندي فلات، يعني هذا وهذا بلغوا بعض الموجود عندي. فإيش اللي بحصل وقت إيش بصير فلات؟ هذه بنتهي تأثير سلوب بدخل الموجود عندي. هذا بلاحظ قبل التغوا اتنين هنا، يعني التغى التأثير اللي عندي، بدل ما يصير دبل صار عندي ايش؟ المنطقة هذه صارت هنا عندي تأثير، يعني هذه بتضلها ماشي بعد هيك لحديت هنا. انا الحين خليني احط لون تاني عشان افرجيكم ايش اللي بنقصد فيه. هاي المنطقة اللي بخلص التأثير فيها، هاي المنطقة اللي بخلص تأثير هذه فيها، هاي المنطقة اللي بخلص تأثير هذه فيها. خلينا نقول هذه عشان يكون في تناسب. هنا هاي المنطقة اللي بخلص التأثير تبع هذه فيها، هاي المنطقة اللي بخلص تأثير تبع هذه فيها. الآن نيجي نجمع، أوبا، حط لون الأصفر، بمشي مع هذه، بلاحظ إنه هاي التأثير اللي عندي هان، بمشي معه، بلاحظ هان بدأ تشتغل النقطة هذه، فهذه بصير إيش؟ تعادل فيها، بلاحظ هان صار عندي في تأثير نيجاتيف، هان، أو خلينا نعملها بشكل موازي صحيح، كويس. كويس، هاي صار هذه في تأثير. الآن هذا خلص مفعوله، فظل عندي هذا سلوب ماينس 45 وهذا سلوب إيش؟ بلس، فبمشي معها لحديت ما وصل لهان. هذه المنطقة لما نوصل لها وبخلص التأثير تبع هذه، ظل عندي الموجود عندي هان. فهذا لما يظل عندي موجود بدي أمشي معه لحديت هذه المنطقة، لحديت هذه المنطقة أو لحديت هذه النقطة، فبصير بدنا المحاية،
فبصير بعد هذه النقطة أنه مشى عند الأسلوب هذا فلات. خلص تأثير هذا، إيش ضل عندي؟ ضل عندي هذا شغال شوية لفوق، وهذه بدأت تشتغل، فبلغوا بعض اللي بضل عندي. بصير إيش اللي عندي شغال؟ هذه خلصت، فبرجع هذه تاني عندي بضل شغال، هذه خلصت، فبتصير هاي الشكل الموجود عندي، يعني الشكل اللي عندي. طبعا هذه مش بالزوايا هاد ولا بالشكل هاد، بس هذه تقريبي يعني الرسم تبعنا لأي شكل الفيس. فهذا شكل الفيس. شكل الفيس اللي بتلاحظه في كل هالشغلات هذه وشوية مثيرة، لأنه احنا هنا بنعمل ايش؟ سكاتشنج. الآن اللي بهمني لو عندي خط ناقص 180 درجة مثلا، هاي هذه نقطة التقاطع مع الناقص 180 أول نقطة، فباجي برفع منها خط من هنا لفوق. بدنا خط عدل، نوعا ما خلينا نشوف هيك، هي نوعا ما عدل المساحة عشان نميزه. اوكي، ومن هنا خط تحت نفس الطريقة لحديت 180. اوكي، هذه المعلومة المهمة اللي بدها تصل عندكم. الآن هذه حطها باللون الأحمر. شايفين هذه المسافة؟ هذا الفرق بين الناقص 180 درجة والفيز الموجود هنا، هذه بسميها الفيز مارجن. فيز مارجن، الفيز مارجن اللي عندي، اللي هي الفرق وين بقطع الماجنتيود الزيرو دي بي، يعني هذا هاي الزيرو دي بي، وهذا الناقص 180. وقت ايش بقطع الزيرو دي بي؟ باخذ منه خط وبنزله تحت، الفرق بين الناقص 180 والفيز الموجود عندي، هذا بسميه الفيز مارجن. وهذه عندي الفرق هذا بسميه الجين مارجن، جي ام الجين مارجن، وهذا الفيز مارجن. هنا وين بقطع الفيز الناقص 180؟ بعمل منه خط، الفرق المسافة بين الزيرو دي بي والموجود عندي بسميه الجين مارجن. في عندي قاعدة عامة ايش بتحكي؟ بدي الفيز مارجن لأي سيستم يكون بساوي تقريبا أكبر أو بساوي 50 درجة، والجين مارجن بدي إياه أكبر أو بساوي 6 dB. هذه القاعدة العامة عندي. إيش يعني الفيز مارجن والجين مارجن؟ اللي هي قديش عندي احتياط بالفيز أو بالجين ليظل السيستم عندي ستيبل. يعني لو بدي أشبهها بحاجة، لو أنا واقف على سطح قديش بلزمني مسافة تحسسني إني في أمان. هذا العملية، يعني هذه المسافة الأنالوجي اللي ممكن أتكلم عليها. وهيك بناخذ الحين، يعني فهمنا كيف بنشتغل عليها، بنروح مور انتو يعني ستراكشر باور
بوينت لنشرح الباقي عندنا في هذا المجال. يعطيكم العافية.